السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم رجعت لكم مع فيديو جديد. اليوم نضرب شوية يوتيوب ونلعب ماينكرافت او هالشغلة. من كلمات الشاعرة سارة محمد ومن أداء المنشد محمد بن غرمان. لا تني أنا قايل لكم أنتم سنة مخطوخة سدد له يا ما يخيب لكم. ترى والله مشكلت علي. يا أخي أنا أحب أم حيطية اللي مثلك أنا أضعافه. ليه حلني بوك شوان؟ تقوى يا ساعة الله بطولان يدري ما عندك حتى ربي مات وما يشطبون. سانك فازعل له ترى اني بنات بجك بداله نبي ندبل عليك العقاب وانت بكيفك. حبي عصب شوية موافق. انا احزن خوي لا تحزن 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 خويي تحزن ننصهم ننصهم ولا احزن ينام شد احزانك شد علينا وشد ما عندنا خالف ما يخالف ما نعرف نسوانف. تحزم تحزم خويي تحزم ننصهم ولا حدا بي اسلام شد حزامك شده علينا وشده ما عندي بالحهام خويك من قده خويك من قده نصام نصام ولا حد يسلم. تحزم تحزم خويي تحزم ننصهم ننصهم ولا حد يسلم شد حزامك شده علينا وشده ما عندي من حهم خويك من قده ما يخالف ما يخالف ما نعرف السوالف حزم تحزم خويي تحزم ننصهم ننصهم تو انا شغل ما صيف كتبوا لي تحت الكومنت بطلع شوية سيد شوية سيد فشوي بصور لكم كيف نلعب. هلا والله بالناس اللي معاكم في مقطع جديد اليوم ان شاء الله عندنا مقطع 60 رقم كبير نوعا ما. سؤال الحلقه يقول اكتب اسم اول يوتيوبر اللي في بالك اكتب تحت في الكومنتات خلينا نشوف ولا تنسوا ايضا تضغطون كلكم على زر اللايك كانت الحلقه اليوم ونشوف الجدول اللي راح نلعب فيه باذن الله. فاليوم ان شاء الله راح نلعب اربع مباريات باذن الله راح نلعب ضد فياريال راح نلعب ان شاء الله ضد سبورتنج خيخون راح نلعب باذن الله
ناخذ ريال سوسيداد واخذ مارادونا ريال بيتيس. يعني اليوم عندنا مباريات تقريبا متوسطه، فرق تاسع وعاشر وسبعة عشر ورابع، يعني مراكز جيده نوعا ما. اما بالنسبه لترتيب الدوري فاحنا حاليا في المركز الثاني بفرق نقطتين فقط عن اتلتيكو مدريد، وانا حاليا هداف الدوري ب 15 هدف خلفي بنزيما. فراح اروح على طول اول مباراه، اتوقع اني في الغالب احتياط في المباراه هذه، بس راح اتاكد فعليا راح اكون ان شاء الله احتياطي في مباراتنا ضد فياريال، مباراه في ملعبنا في الكامب نو ان شاء الله راح نلبس طقم الاساسي لفيولا الملعب. اذا انتهت المباراه بفوزنا بهدف مقابل لا شيء، المدرب نهائيا ما دخل لارضيه الملعب، فاوكي خيار المدرب ما علينا. المهم على الاتحاد احنا ما زلنا في المركز الثاني حاليا. مباراه الجايه ان شاء الله ضد سبورتنج تيخون، هل راح اكون طريق بس أبغى أخبركم سالفة، اللي طالع سيد يكتب لي تحت في الكومنت أنا وايد أحبه وايد وايد وايد. ليش دائما أنا؟ وصلتني اليوم رسالة من أوسمز حالي الله لكم، وصلني على تويتر يقول إنه لا تدخل اليوم يا سيد، ادخل بكرة لأن راح أسوي فيك مقلب. ليش أنا؟ ما عندي موارد. المهم فراح ندخل اليوم ونشوف المقلب مع بعض رزقه. صو ما بيطلع على مقلب بس بيطلع على بيطلع على دايموند جولد ايرون وبعد 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 دايموند. تعرفون هذاك الاخضر الشيء اللي في ماينكرافت وطلع له وايد وايد حبات دايموند، ويعني وايد وايد اشياء حلو حلو مره. يعني وهم مثلاً هو سيد حلقة جديدة من سيرفر ماين كروفي لعبة ماين كرافت، الحلقة رقم 10. قبل ما نبدأ نقطع زر لايك حاليا ظهر لكم تعليقة. أيضا عندنا ماكدونالدز، بس المشكلة إنه كانت بالإنجليزي وبالعربي الاسم، فحطيت الإنجليزي العربي ما نقدر نكتبه، فراح يكون اسمكم هاي الطريقة. تبغينا غير راح أغير. فالمهم هذا بالنسبة لجدار الأسيال حلقتنا اليوم. في نفس الوقت الحلقة الماضية بعد ما خلصناها أنا اشتويت، جيت على طول هني قعدت أشتغل. طبعا مواردنا حتى لحد الحين هني ما وديت من البيت، لأن طبعا راح أقول لكم ليش. لأن المهم قعدت أشتغل على هني، سويت بعض الأشياء لحد الحين. طبعا ما كملت المكان اللي ملاحظين لحد الحين ما كملت المكان. كتبوا لي تحت شو تحبون، تعالوا في الكومنت اكتبوا لي شو تحبون اي يوتيوبر، ويلا بيس.